نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. والبداية من اليمن، حيث شن طيران التحالف السعودي الإماراتي 3 غارات عنيفة على مقر التموين العسكري في جبل عطان بالعاصمة صنعاء، واشتعلت ألسنة اللهب في المكان، كما شن أكثر من 10 غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل بمدينة مأرب، وغارتين على مديرية نهم شرقي صنعاء. في أثناء ذلك تحتدم مواجهات بين الجيش اليمني مسنودا بالقبائل وطيران التحالف من جهة، وبين الحوثيين من جهة أخرى في منطقة مجزر بمختلف الأسلحة شمال غربي المدينة، دون إحراز أي تقدم لأي من الطرفين. هكذا بدا صباح صنعاء. غارات متتابعة وقصف مركز شنه طيران التحالف على عدة مواقع ومنشآت صناعية. ألسنة اللهب تتصاعد من كل مكان. هذا المشهد الذي غاب لأشهر طويلة عن العاصمة اليمنية عاد ليتكرر من جديد، كما لو أنه قدر اليمنيين. أعنف الغارات استهدفت مقر التموين العسكري في جبل عطان والكلية الحربية في حي الروضة، 3 غارات أخرى على جبل عبان في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وفي جنوبها كانت القذائف تدك مناطق في مديرية سنحان. شمالا أيضا استهدف القصف بغارات 4 الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فيما كان لمحافظة الحديدة في غرب البلاد نصيب من القصف هي الأخرى. هذه الهجمات المباغتة لطيران التحالف الذي ضرب مناطق مختلفة تأتي بعد أيام قليلة من استهداف الحوثيين بصاروخ جديد مطور من طراز قدس 2، منشأة نفطية سعودية في مدينة جدة تابعة لشركة أرامكو، عقب انتهاء المملكة من استضافة قمة مجموعة العشرين. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، قصف عنيف شنه طيران التحالف على عدة مواقع ومنشآت صناعية في العاصمة صنعاء، ومنها مقر التموين العسكري في صنعاء. ما هي التفاصيل ولماذا التصعيد الآن بعد أن غاب لأشهر طويلة عن العاصمة صنعاء؟ ماجد، الغارات استهدفت جبل عطان، أكثر من 4 غارات تحديدا. هذه الغارات أدت إلى مقتل مدني وإصابة آخر بحسب مصدر أمني. الغارات استهدفت هذه المنطقة القريبة من خط 60، وهو أكثر الشوارع حيوية في العاصمة صنعاء، ربما لأن اليوم هو الجمعة وفي الغالب تكون الخطوط منقطعة أو شبه منعدمة من السيارات، لذلك كان القتلى والجرحى هم قتيل مدني وجريح كذلك من المدنيين. هذا في التموين العسكري الذي استهدفه التحالف بأكثر من 4 غارات. في الكلية الحربية بالعاصمة اليمنية صنعاء استهدف التحالف مقر الخيول أو اسطبل الخيول، ما أدى إلى نفوق عدد من الخيول، وهذه هي المرة الثانية ربما منذ قرابة عام استهدف خلالها عددا من الخيول الأصيلة التي استهدفها طيران التحالف الموجودة في الكلية الحربية. استهدف كذلك مناطق مختلفة في سنحان، في أي الصمع، في ريمة حميد. أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها منطقة عيبان وجبل كذلك بني مطار في اتجاه جبل النبي شعيب. هذه المناطق تم استهدافها بأعنف الغارات. شمال عمران تحديدا، وهي 50 كيلومتر من هنا من العاصمة اليمنية صنعاء، تم استهدافها بأكثر من 10 غارات استهدفت الجبل الأسود ومناطق مختلفة في منطقة حرف سفيان. هناك استهداف كذلك حتى لمحافظة الحديدة التي كانت هادئة أو بمنأى عن قصف طيران التحالف، استهدفت بنحو 6 غارات منطقة الجبانة في محافظة الحديدة، وكذلك منطقة أخرى هناك على ساحل البحر الأحمر، لتكون 6 غارات في تلك المنطقة. التحليق لا زال مكثفا. هذا التصعيد، الكثير من الخبراء العسكريين يؤكدون بأنه قد أتى أكله بالنسبة لاستهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا لشركة أرامكو. هذه ربما تأتي ردا على هذا الاستهداف، خصوصا وأنها استهدفت قلب العاصمة اليمنية صنعاء. التحليق مكثفا في سماء العاصمة، وكذلك الأماكن التي شهدت القصف لا زال بعضها يشتعل فيه النيران حتى هذه اللحظة. شكرا لك مراسلنا نبيل اليوسفي، كنت معنا.